كرة جول جول أنس لجبارات أنس بن ياسين أنس بن ياسين بكرة رأسية جميلة يخطف أول الأهداف ويسجل أول أهدافه في المشوار الآسيوي بالدقيقة 43 من عمر المباراة. أنس بن ياسين بكرة جميلة رأسية رائعة يدخلها داخل الشباك ويحرز. ممكن رمية تماس من الجهة اليمنى فيصلوية على البحث عن التحضير. جول 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 هدف ثاني في هذه اللحظات عن طريق ومن غيره القناص الكراتي لوكاس 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 يكسر شباك الحارس عبد المجيد وفرحة فيصلوية مع بداية الجولة الثانية. هدف ثاني قوي وصعب وصعب جدا على فريق نادي ظفار. شوف اللقطة الماضية والشمعية السعيدة طبعا بالهدف. يا سيد ابو ليلى يتنفس الصعداء والشمائر السماوية النسور النسور تحلق الان النسور تحلق الان والرايات ترفع والازيج الان من جانب شمائر نادي الفيصلي. الزعيم الاردني يفعلها مع بدايه الجوله الثانيه ويسجل ثاني الاهداف ياتي بالافضليه الثانيه في هذه المباراه بعد هدف انس بن ياسين. ياتي البولانتي لوكاس ويسجل هدف بطريقه رائعه. شوف الكره الماضيه والراسيه الجميله جدا يجيد السباحه ويجيد الراسيه. شوف الكره الماضيه شوف الكره الماضيه اول مره على لاعب أرى لاعب يسبح على البساط الأخضر برأسية يسجلها في شباك الحارس عبد المجيد. ثنائية للزعيم الفيصلاوي للعميد للنادي السماوي تسعد المدرب نيبوشا يوفوفيتش.